فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم كن لنا بما كنت به لأوليائك، حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجزم، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عما سواك يا واسع المغفرة. واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، وشفع فينا حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا رب العالمين. ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، وإن لم تكتبه لنا حسا فاكتبه لنا أجرا ونية يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقراء مصنفاتهم في الدارين آمين. وما زلنا في فصول متعلقة بكتاب النكاح. بعدما تكلمنا عن القسم والنشوز، بدأ يتكلم عن الخلع. والخلع هو من ضمن طرق إنهاء عقد الزواج، يبقى كان مناسبا إن هو يأتي بعد النشوز بأسباب نقض عقد الزواج، لأن تملي عقد الزواج ينتهي سبب النشوز في الأول، فكان مناسب. بعض الفقهاء زي الخطيب الشربيني كان رأيه أنه هو كان يجيب الطلاق أولا ويجيب الخلع بعدين، لأن الخلع على وجه وهو الراجح أنه نوع من الطلاق، وبالتالي يبدأ الأول بالعام ثم يسني بالخاص. لكن على أي حال، تكلم الشيخ عن الخلع أولا. فصل في أحكام الخلع. والخلع هو عبارة عن إيه؟ طلاق بعوض، أو فرقة، أحسن تقول فرقة. ليه؟ مراعاة للوجه أنه فسخ، ومراعاة للوجه أنه طلاق، فتقول فرقة بعوض. والعوض تدفعه الزوجة للزوج مقابل أن يعني إيه يطلقها، فيسموه فرقة بعوض. وكأن العصمة في يد المرأة إن دفعت العوض. يعني الشرع ما ظلمش المرأة. في كثير من النساء مش فاهمين أحكام عقد الزواج، بتقول اشمعنى الراجل يعني في إيده الطلاق والمرأة يعني ما تعرفش تطلق؟ لا تعرف تطلق. وقت ما تحب تطلق تقول لجوزها شوف أنت التكاليف اللي أنت عايزها ادفعها لك وطلق، هيفرح أوي. أقول لها والله أنا عايز شقة بدل الشقة اللي جبتها لك، وعايز مهر بدل المهر اللي أنا دفعته لك، هاتيهم لي ودلوقتي تبقي مع السلامة. خدت بالك؟ دفعت له مع السلامة، سهلة. لأن مش معقول يعني تبقى هي تنهي العقد وهو اللي دفع التكاليف. لكن لما بيبقى بيدفع هو اللي دفع التكاليف، من حقه إن هنا يعقد بلا مقابل، لأنه هيدفع لسه. واضح؟ ولما يجي يتجوز غيرها هيدفع مهر جديد، ويعمل حفلة جديدة، ومعازيم، وشقة جديدة، موال. وبالتالي يبقى العقد الشرع ما يظلمش المرأة، لأنه جعل تكاليف عقد النكاح على الزوج، وبالتالي أعطاه
ايه الحريه في انهاء العقد، لان هو اللي دفع التكاليف. انما المراه ما دفعتش التكاليف، عايزه تنهي العقد، طب ادفعي التكاليف وانهي. سهل، واضح؟ فيبقى الخلع وانهاء عقد الزواج من قبل الزوجه بعوض. فبيقول هنا: وهو بضم الخاء المعجمه مشتق من الخلع بفتحها، وهو النزع. تقول انا خلعت الشيء، يعني نزعته. وشرعا فرق بعوض مقصود، ولازم العوض ده يبقى مقصود. يعني ما ينفعش تقول له حاجه ما تنفعش تبقى مال، لا تصلح انها تبقى مال. تقول له والله انا حامله لك علبه مليانه دبان وهدي لك الذباب ده مقابل انك تطلع. طب والذباب ده بيتباع؟ وده ينفع؟ فهمت؟ مقابل حشرة مثلا من الحشرات، ما ينفعش. أو تقول له مقابل دم من الدماء، ما ينفعش. الدم عندنا لا يباع ولا يشترى. لازم يكون العوض ده مقصود، يعني يقتنى، يعني له قيمة، مش أي عوض وخلاص. عشان كده يقول لك إيه؟ فرق بعوض مقصود، مش أي عوض، لازم يكون العوض ده مقصود. فخرج الخلع على دم ونحوه، فما ينفعش الخلع على دم ونحوه. طب افرض هي قالت له تطلقني مقابل ايه؟ ان انا هموت لك البورس ده. شايفه بورس على السقف وجوزها بيخاف من البورس. فقالت له تطلقني وتقطع، فقتل البورس. ده عوض ما ينفعش. واخد بالك؟ ويتم الطلاق، بس يبقى طلاق رجعي وغير بائن، ويثبت في حقها مهر المثل، وتاخذ كل حقوق. واضح؟ لانه وافق على شيء ما ينفعش، يبقى على دماغه. فهمت بقى المساله؟ فلازم الزوج كمان يكون واعي، مش وافق على اي حاجه. والخلع جائز على عوض معلوم، جائز مع الكراهه يعني، طبعا جائز مع، لان الاصل فيه الكراهه، لأن أبغض الحلال عند الله إيه؟ الطلاق، وهو من أقسامه. لأن ربنا يريد أن عقد الزواج بعقد أبدي مستمر، ربنا إرادته كده. لا يحب إيه؟ الذواقين والذواقات. الرسول قايل كده، يعني واحد يتجوز ويطلق، ويتجوز ويطلق، وهي تتجوز وتطلق، وتتجوز وتطلق كل يوم مع راجل، ما ينفعش. الحكاية دي ربنا سبحانه وتعالى يبغضها. وعلشان كده أصل الطلاق وإن كان مباح لأنه بغيض عند الله، فمعناه أصله الكراهة. والخلع من أقسامه، يبقى الخلع الأصل فيه الكراهة. والخلع جائز على عوض معلوم مقدور على تسليمه، لازم يكون برضه مقدور على تسليمه، ما ينفعش هي عندها حتة أرض مثلا في المقطم، لكن مغصوبة، غصبتها منها شركة المقطم. وبينها وبين شركة المقطم قضايا. فين بقى على ما تتمكن من الأرض؟ فتقول له إيه؟ طلعني وأديك حتة الأرض دي. ما ينفعش، دي أرض مغصوبة. لا تستطيع تسليمها. غير مقدور على تسليم، فيبقى عقد الـ إيه؟ الخلع على مغصوب ما ينفعش. لأنه غير مقدور على تسليم. طب افرض قبل. افرض قبل. راجل ما يعرفش الاحكام ولقى حته الارض دي حلوه لو ما تتحكم لها كذا مليون، انا موافق، بس هي ما تقدرش تسلمها. يقوم القاضي يحكم بايه؟ بصحه الخلع، ويثبت في حقها مهر المثل. تدفع له مهر المثل، تدفع له ايه؟ مهر المثل. ويبقى الارض دي ما تدفعش. يقوم القاضي يقول لها ادفعي له مهر المثل. مهر مثلها كان، القاضي يشوف اختها ولا عمتها ولا مش عارف بتاع بتتجوز بيدفعوا لها مهر كام؟ 20,000 جنيه تدفعي له 20,000، 30,000 تدفعي له 30، اسمه مهر المثل. خدت بالك؟ يبقى والخلع جائز على عوض معلوم مقدور على تسليمه، لازم يكون مقدور على تسليمه، فما ينفعش تبقى حاجه مش في ايدها وتتفق انها تتخلع مقابلها لانها ما تعرفش تسلمها له. فإن كان على عوض مجهول، كأن خالعها على ثوب غير معين، بانت بمهر المثل. طب افرض كان العوض مجهول،
قالت له ايه؟ تطلقني وتاخد اللي في ايدي، مطبقه في ايدها كده حاجه مخبيها، تطلقني وتاخد اللي في ايدي. فقام هو قال لها ايه؟ موافق. فتحت ايدها طلع جنيه. ما ينفعش، واخد بالك؟ لازم يكون على عوض معلوم، مجهول ما ينفعش. تقول له مثلا تطلقني وتاخد اللي في الشنطه دي، والشنطة دي فيها ايه؟ يمكن فيها كيس فلوس فاضي كده برضه، ويمكن يكون فيها مبلغ كبير محتمل، لكن ما ينفعش على عوض مجهول، لازم اعرف. واضح؟ فادالك هنا مثال الشيخ على العوض المجهول. كان خلع على ثوب غير معين، قالت له ايه؟ تخلعني وحديلك احد فساتين اللي في الدولاب دي، واحد من الفساتين بتاعتي دي. هي عندها فساتين كتير، أو قطعة قماش من اللي عندي، عندها قطع قماش كتير، أو ده عوض مجهول، أي قطعة ممكن تديله حتة كستور المتر فيها بـ3 جنيه، وما تديلوش قطعة القماش اللي المتر فيها بـ1000 جنيه. هو كان متصور إنها هتديله قطعة القماش اللي المتر فيها بـ1000 جنيه. أما تقول له لا، خد القطعة دي. إديت له إيه؟ قطع بافتة مثلا. ما ينفعش، خدت بالك؟ إن ده مجهول، يبقى ما ينفعش العوض يبقى مجهول، زي في البيع والشراء. فهمت إزاي؟ ما ينفعش على ثمن مجهول، ولا على بضاعة مجهولة. زي ما قلنا في الملاهي، يقول لك تدفع 10 جنيه وترمي السنارة، تاخد رقم. الرقم ده زي ما يطلع تاخده، ده باطل. ده حرام. لأنك بتشتري شيء مجهول. واضح؟ فكل اللعب اللي في الملاهي دي كلها بطلة. ليه؟ لأنك بتشتري شيء مجهول ما تعرفوش. فهمت؟ فأي عوض مجهول ما ينفعش، وأي عين مجهولة لا يصح بيعها برضه، واخد بالك؟ كأن خلعها على ثوب غير معين. طب افرض أنه خلعها على العوض المجهول ده، وافق هو، القاضي يقول له صح الخلع ويحق في ذمتها مهر المثل. بانت يعني انفصلت عنه، بانت يعني ايه؟ انفصلت عنه بمهر المثل، وتدفع ايه؟ مهر المثل. والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها ولا رجعة لها. انت عارف ان الطلاق ده فرق بينه وبين الطلاق بقى، خد بالك، كانوا يحبوا يسألونا في كلية الشريعة الفرق بين الفسخ والخلع والطلاق. تعمل جدول كده، تكتب الطلاق، الخلع، الفسخ، نمرة 1. ايه الفروقات بينهم؟ وايه اوجه المطابقة بينهم؟ 1، 2، 3، 4، وتجاوب. خدت بالك؟ فلازم تعرف الفروقات. احنا جالنا مثلا في سنة ثالثة كلية الشريعة، جالنا السؤال ده في آخر السنة. ما الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ؟ مع توضيح والترجيح على المذاهب المختارة. واخد بالك؟ كان جالنا سؤال زي ده ايام ما كنت بقى كلية شريعة، فممكن تتسأله في الشفوي كمان، ممكن تتسأله في الحياة العامة وانت راجل عالم دين بقى ولابس عمة كده، ويجي واحد يسألك، واخد بالك؟ تبقى قد العمة، وإلا تقلع العمة وتلبسها له هو، واخد بالك؟ زي واحد كده لقى واحد لابس عمة ومعاه ايه؟ جواب مش عارف يقراه، خطاب. فراح بقى لابو عمه، ده راجل عالم بقى، لو سمحت اقرا لي الخطاب ده. قال له والله ما اعرفش اقرا. قال له امال ايه العمه دي وعامل لي مش عارف ما تعرفش تقرا؟ قال له طب خد يا سيدي لبسه العمه. قال له اقرا انت. فايه فيعني لبس العمه سهل، لكن العلم عايز مجهود، ها؟ مش المساله عمه وخلاص. فلازم تبقى قد العمه يعني. والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها ولا رجعة لها. يبقى عندنا الطلاق ممكن يبقى رجعي كده برضو، ويبقى ليها عدة وله أن يراجعها في العدة، لكن الخلع لا، لو وافى بالخلع بانت ولا رجعة لها، ما يعرفش يرجعها. فهمت بقى؟ بانت ولا رجعة. الطلاق يتحسب من عدد الطلقات، والخلع ما يحسبش من عدد الطلقات، حتى على الوجه انه
طلاق لأنه طلاق بعوض، فما يتحسبش من عدد الطلقات. الطلاق يأثم إن طلق في حيض أو طهر مسها فيه، يسموه طلاق بدع ويقع. والخلع يجوز في أثناء الحيض وأثناء الطهر ولا شيء فيه. واضح؟ دي فروقات يعني تاخدها. تملك به المرأة نفسها، ده الخلع الصحيح. ولا رجعة له، يعني إيه؟ ما يعرفش يرجعها تاني. طب عايز يرجعها تاني يعمل إيه؟ يبقى بعقد جديد ومأذون ومهر، ويروح تاني يتقدم لأبيها ولا لوليها ويطلب إيه؟ كأنها عروسة من أول وجديد. ولا تقول له كمان سيبنا فكر شوية وتتقل عليه وكل حاجة، واخد بالك؟ إنما في الطلاق الرجعي عادي يطلقها دلوقتي وبعد ساعة يتصلح معاه وبقت مراته، بس تتحسب طلقة صحيح بس رجعت، واخد بالك؟ إنما الخلع لا. والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها ولا رجعة له، أي الزوج عليها، سواء كان العوض صحيحا أو لا. حتى لو كان العوض صحيح طالما صح الإيه؟ ما احنا قلنا لو العوض غير صحيح بتاخد مهر المثل، ياخد الزوج مهر المثل ويثبت العوض. وقول إلا بنكاح جديد ساقط في أكثر النسخ، ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض. أو ده خلاف تاني. إيه؟ في الطلاق لو طلق وهي حائض حرم الطلاق، يبقى حرام، لأن أصل الطلاق إيه؟ مباح مع الكراهة. لكن إمتى يبقى حرام؟ لو طلقها في طهر مسها فيه أو في حيض. واضح؟ ويقع الطلاق برضه، يأثم ويقع ويحسن، خلافا لابن تيمية الوحيد الذي لم يوقعه. ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يكون حراما. ما يكونش كمان حرام في الطهر وفي الحيض. ولا يلحق المختلع الطلاق بخلاف الرجعية فيلحقها. ده كده خلصنا تقريبا الكلام اللي في الهامش. نشوف بقى الشيخ البيجوري بيحب يفتح الموضوع بتوسع، نشوف بقى قايل ايه في الحاشيه. فصل في احكام الخلع، اي كجوازه المذكور في قوله والخلع جاهز وملك المرأة به نفسها، وملك المرأة وملك المرأة به نفسها، وعدم الرجعة بعده إلا بنكاح جديد، إلى آخر ما سيأتي من الأحكام يعني. والأصل فيه قبل الإجماع، الأصل يعني الدليل، إيه دليل الخلع من الشرع الشريف؟ قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن المعنى والله تعالى أعلم فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، هي أصلا فإن طبن نفسا عن شيء، بس تأخرها، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، يعني فإن طبنا نفسا لكم عن شيء منه، أي من الصداق، فهمت بقى؟ لكن أخر نفسا على إنها إيه؟ معلومة يعني. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا ولو في مقابلة فك العصمة، فدلت الآية على المدعى وزيادة كالهبة والهدية، وأصرح من ذلك في الدلالة عليه قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. كويس؟ دي في سورة البقرة، يبقى الأولانية الآية اللي قالها دي في سورة النساء، والثانية في سورة البقرة. والأمر به في خبر البخاري، ودليل ثاني من السنة، يبقى عندنا دليلين من القرآن، دليل أصرح من دليل. الدليل الصريح اللي هو إيه؟ آية البقرة. والدليل اللي بالتزام الآية في أي سورة النساء، دي بلازم الآية. ثم بعد ذلك الدليل من السنة، لأن تملنا نجيب الدليل نجيب القرآن السنة. كده؟ بعد ما نخلص القرآن السنة نقول الإجماع. كده برضو خلصنا الإجماع نقول القياس. خد بالك؟
فهنا خلص دليل القرآن هيدخل في دليل السنة على طول في خبر البخاري. خد بالك لما يقول لك والأصل فيه قبل الإجماع يبقى نص على الإجماع. خد بالك؟ يبقى في دليل من القرآن والسنة والإجماع على الخلاء. فهمت بقى؟ والأصل هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الدليل. بخلاف في كتب الأصول الأصل بمعنى المقيس عليه. في كتاب القياس. الأصل بمعنى المقيس عليه في علم في باب القياس في الأصول. إنما في كتب الفقه ما يقول لك الأصل يعني إيه؟ دليل. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. فإن المعنى والله أعلم فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ولو في مقابلة فك العصمة، فدلت الآية على المدعى وزيادة كالهبة والهدية. وأصرح من ذلك في الدلالة عليه قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والأمر به في خبر البخاري، وهو أن أم حبيبة بنت سهل الأنصارية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن ثابت بن قيس ما أعتب، وفي رواية ما أنقم عليه في خلق ولا دين، ولكني امرأة أكره الكفر في الإسلام، أي كفران نعمة العشير، لأن الزوج لا يخلو عن نعمة، وعلى الزوجة فلا تقوم بشكرها غالبا، لا يخلو عن نعمة على الزوجة فلا تقوم بشكرها غالبا. يبقى شوف امرأة ايه مؤدبة ازاي، جميلة ازاي، الصحابيات. قالت له: يا رسول الله، انا مش عايز اعيش مع ثابت بن قيس، لكن انا مش شايفة فيه عيب لا في دين ولا في اخلاق، لكن انا ما بحبوش، مش طايق اعيش معاه، اتصور العمى وما تصوروش، وانا بهذا الخلق اللي فيا مش هقدر احسن عشرته، فطالما مش هحسن عشرته يبقى هكفر العشير، وانا اكره الكفر في الاسلام. خد بالك، انا مش عايز ابقى كافره للعشره وانا مسلمه، فخلصني منه يا رسول الله. فهمت ستنا ايه؟ ام حبيبه بنت سهل الانصاري رضي الله عنها. فقال لها صلى الله عليه وسلم: اتردين عليه حديقته، اي بستانه، الزهر كان اداها مهرها بستان، وكان اصدقها اياه. فقالت: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليق. فخذ الحديقة وطلقها تطليق. فده دليل من السنة وهو أول خلع وقع في الإسلام، وهو نوع من الطلاق، لأنه فيه إيه؟ إنهاء عقد النكاح. يبقى ينهى عقد النكاح بالفسخ والخلع والطلاق. الفسخ مثاله ايه؟ لو تزوج امرأة وبانت بعدما تزوجها انها اخت من الرضاعة، هنقول له طلقها، ما هو خلاص ما ينفع، هو كأنه عقد الزواج ده باطل، هيطلق ايه؟ نقول له اخلعها. طب هيخلع ايه؟ ما هو اصلا الزواج باطل، ده اتجوز اخته، يبقى ساعتها نفرق بينهما، اسمه فسخ. واخد بالك؟ أو له أن يطلق، أو له إيه؟ أو لها أن تخلع نفسها منه بمقابل. يبقى إيه؟ عقد النكاح ينقضي بأربع حاجات. أربع حاجات: طلاق، الخلع، الفسخ، الموت. وتحط خامس لو شاطر، إيه الخامس؟ يلا، خامس مين؟ يقول الرد. اختلف الدين، واخد بالك؟ وهو أول خلع وقع في الإسلام، وهو نوع من الطلاق، وإنما قدمه عليه. ليه قدمه عليه؟ لترتبه على الشقاق غالبا، لأنه جاي بعد النشوز، هو قال أحكام النشوز قبل كده، فلأن الخلع ده مناسب نحطه دلوقتي، بعد كده بقى نتكلم في الطلاق براحتنا، بس الأول نخلص مقتضيات، لأن تملي الخلع ينتهي بعد نشوز. هي مش عاجباه، ما تسمعش كلامه لأسباب في نفسها، الله أعلم، بيتعالى عليها ما بيتعالاش عليها، دمه تقيل على قلبها أي حاجة. واخد بالك؟ يقوم في الآخر يقول لها، تقول له إيه؟ طب بقول لك إيه؟ ما تاخد مقابل وتخلصنا من اللي إحنا فيه. يبقى يأتي الخلع على طول بعد النشوز مناسب. عشان كده حطه بعد النشوز.
واصله الكراهه. شفت بقى اصله ايه الخلع؟ مع انه قال لك جائز، يقصد جائز هنا يعني ايه؟ يعني مشروع، مش جائز يعني مستوي الطرفين مقابل الاباحه. جائز هنا يعني ايه؟ يعني مشروع. فهمت؟ لان احيانا نستعمل كلمه جائز ولا يراد بها الجواز اللي هو بمعنى الاباحه اللي هو استواء الطرفين، ولكن احيانا يستخدم بمعنى ايه؟ الجواز بمعنى الاجازه يعني الصحه، اي المشروعيه، انه مشروع. عشان كده قال لك واصله، يعني اصل في الخلع انه يبقى مكروه. ليه؟ لان زي الطلاق، كالطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله ايه؟ الطلاق. والشيطان يفرح قوي بالطلاق اكتر ما يفرح بان واحد شرب خمره من المسلمين، او اكتر ما يفرح بواحد زنى، يا يفرح بالطلاق قوي. يعني يقال ان الشيطان يجيب له يجي يجتمع كل يوم كده الاجتماع مع ايه؟ مع الجند بتوعه، فيقعدوا بقى كل واحد يتباهى قدام الرئيس الكبير عمل ايه النهارده، فيجي واحد يقول لهم انا فضلت ورا فلان لحد ما خليته يشرب الخمر. يقول لك ليه؟ سهله دي. واحد تاني يقول له لا انا فضلت ورا فلان لحد ما زنى بفلانه. يقول لك ليه؟ يجي بقى واحد يقول له ايه؟ يقول له انا فضلت ورا فلان لحد ما ايه؟ افسدت علاقتي بزوجته فطلقها. يقول له انت حبيبي تعالى. انت بقى الرئيس الكبير. ليه؟ لان الشيطان يحب هذا لما ينبني عليه من ايه؟ من فرقه وضياع الاولاد. فيحب قوي الحكايه دي. فما نحببش بقى الشيطان في الشغلانه دي، لان الوقت بقى في زماننا ده الناس اسهل حاجه عندها تطلق، اسهل حاجه. والطلاق نسبته ارتفعت. كان زمان ابائنا وامهاتنا يستحملوا بعض ويعيشوا مهما يحصل خلافات وعواصف. لا ده من اول خلاف طلقني طلقها، وما ما ينفعش. يبقى متجوزين بقى لهم سنتين ومتطلقين، تقول لك دي الطلقه نمره اتنين. الله، هو بيطلقك مره كل سنه؟ اما بعد كده الطلقه الجايه خلاص ما يعرفش يردك. فهمت ازاي؟ ليه؟ بسبب عدم النضج الديني والعاطفي، وكمان عدم الخبره في الحياه. فتوفرت ثلاث حاجات عوامل اللي بيتزوجوا الان، لا عنده نضج عاطفي ولا خبره في الحياه ولا عنده علم في الدين. فاذا توفرت الثلاثه دي يطلق كل ساعه، مش كل يوم كمان، كل ساعه يطلق. فاحنا عايزين بقى ان يبقى عندنا نضج وعندنا خبره في الحياه وعندنا كمان ايه؟ علم في الدين، ونعرف ان ده ابغض الحلال وان ده بيحبه الشيطان، فانا ما اعملش ما يحبه الشيطان. ونصبر شويه. خلقنا نضلع دعوة ما يجراش حاجه، عوجة عوجة، اصبر عليها يا اخي. طالما امينه وطالما بتحفظك في عرضها خلاص. يقول لي اصل صوتها عالي شويه، ما يجراش حاجه، يبقى وطي انت الصوت. حط في ودانك قطن وانت بتكلمها. مثلا مش معاك الريموت؟ وطي الصوت. واخد بالك ازاي؟ أول ما تيجي تكلمها اقعد انت يا سيدي في الريسبشن وخليها هي تكلمك وهي في المطبخ. مثلا يعني ما تقوليش ان العيب اصل صوتها عالي. لكن أمينة؟ أمين. شريفة؟ شريفة. بتصلي؟ بتصلي. قايمة ببيتها وعيالها؟ قايمة ببيتها وعيالها. تروح تطلعها عشان صوتها عالي؟ صار رغاية شوية. معلش ربنا ابتلاك بيها، اصبر. رغاية رغاية. يعني في عيوب تستحملها وفي عيوب ما تتحملش. العيوب التي لا تتحمل انها تبقى خائنه في العرض او في المال او في الديانه. دي عيوب لا تتحمل. كويس؟ لكن في هذه المزايا بس رغايه شويه ماشي. ما بتعرفش تتكلم مداب ما يجرش حاجه. تعلم اللياقه بالتدريج. ما انت علمتها اصلا، ما انت مدبر. تقول لها كلمة زي الدبش هترد عليك كلمتين دبشين. طب ما تقولهاش كلمة زي الدبش بدل ما تعورك هي بدبشين. فهمت؟ يبقى أنت برضه السبب مرآة ليها. يعني لازم يبقى في نضج في طريقة العلاقة بين الرجل وزوجته علشان الحياة تمشي، وعشان العيلة تتربى، وعلشان البيت يقوم، لأنك أنت بتاخد ثواب كبير ألا تضيع من تعول. إنما الطلاق هتضيع من تعول. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. واضح؟
وفي ناس من الأولياء بلغوا الولاية بسبب صبرهم على أذى زوجاته، بلغ الولاية بس. كان سيدنا عبد العزيز الدريني كده، سيدنا عبد العزيز الدريني كان معروف ولي كبير، عارف سبب ولايته ايه؟ سوء خلق مراته وصبره عليه، سوء خلق زوجته وصبره عليه. يقولوا له طلقها يا عم الشيخ، طلقها. كان يبقى بيدي الدرس بالجامع لتلامذته وهي تنادي عليه بشتيمه، تقول لهم هو ده يعرف يعلمكم؟ ده مدهول، هو يفهم حاجه؟ تيجي قدام العيال اللي بيدرس لهم هو شيخ كبير تشتمه قدام تلامذته، يعني مفيش بقى اسوأ من كده. يجي يقول له ضيوف، يقول لها اعمل لنا حاجه قدمها لنا، فما عنديش حاجه، مش حاجه، مومنت، يكسفه قدام ضيوفه. فكانت يعني مفيش اسوأ من كده. فيقولوا له طلقها يا عم الشيخ، يوم يقول لهم اخاف ان اطلقها فيتزوجها غيري فتفتنه في ديني، انا ماسكها عشان الرجاله مش هيستحملوها، لحسن حد يقتلها ولا يخليها قاعدة. فضل صابر عليها، فبصبري عليها ايه؟ ربنا اكرمه وادخله إيه؟ باب الولاية من اوسع باب. فالصبر كويس، صبر جميل. يبقى ابغض الحلال الى الله ايه؟ الطلاق. ده حديث عن النبي معروف. ولما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشارع، ويستثنى من الكراهة صور منها. امتى بقى تزول الكراهة؟ ان علاقتهم ببعض بقت سيئة، ما بينالوش بعض الا بالشتيمة، كل يوم بيتخانقوا، كل يوم بيضربوا بعض، كل يوم الجيران قاعدين بيفرقوا بينهم. كده بقى خلاص، الا يخاف الا يقيم حدود الله، ما ينفعش، يبقى فرقة بالمعروف احسن، بدل كل يوم فضيحة وكل يوم بلاغ في الاسم وبقى صوتنا عند الجيران وبقت المسألة ما تمشيش بكده. ويستثنى من الكراهة صور منها أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيختلع خوفا من ذلك، كما قال تعالى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. وحدود الله هي العشرة بالمعروف، هذه حدود الله. وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ادي الحدود الله كده، ربنا يريدك انك تعاملها كما تحب ان تعاملك. واضح؟ فانت مش قادر بقى تعاملها كما تحب ان تعاملك، او هي فشلت او انت فشلت وحاولت كتير وفشلت، خلاص يبقى الطلاق دواء بقى، احسن ما تعيشوا مع بعض في خناق كل يوم. فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومنها امتى برضو تزول الكراهة، كراهة الخلع يعني، ان يحلف بالطلاق الثلاث على عدم فعل شيء لابد له من فعله كدخول الدار، فيخالعها ليخلصه من الطلاق الثلاث، ثم يفعله فهو مخلص من الطلاق الثلاث. منها صورة تانية، قال علي الطلاق بالثلاث، عليه هو مش علي انا يعني، عليه هو، هو اللي قال انا ما قلتش، بس انا بدي مثال يعني. يقول لك حكايه، يقول لك يقصد الحكايه. فقال عليه الطلاق الا يدخل البيت او الا يشرب الماء او الا ياكل ثلاثه، واخد بالك ازاي؟ طب ما هو لابد انه ياكل، لابد انه هيدخل بيته، لابد انه ينام مثلا، تطلق ثلاثه على شيء لابد منه، فلابد انه هيقع فيه، يبقى معناه كده هتطلق منه ثلاثة، تبين منه. نقوم نعمل ايه؟ نقول له على فكرة بقى احنا ممكن نخلصك منها بطريقة حلوة. دي اسمها حيل الفقهاء. والفقهاء دول برضه ايه؟ واعيين، عندهم حيل. حيل شرعية تخلصه من الوقوع في الحرج. يقوم يقول له ايه؟ قل لها خالعتك على 10 جنيهات. مثلا 10 جنيهات دي سهل، اديها لها الاول، خد لي 10 جنيه. خالعتك على 10 جنيهات، تقول قبلت، خد ال 10. بانت منه. وبعدين يعقد عليها عقد جديد. وبعدين يدخل الدار بقى، او يشرب الميه، او ياكل، يعني يفعل المحلوف. فهمت؟ وبعدين يعقد عليها عقد جديد، تقوم تجي له بزواج جديد بثلاث طلقات. اول وجديد، هنفتح صفحه جديده. فهمت بقى؟ دي طريقة للتخلص
من ايه؟ من وقوع الثلاث طلقات اذا حلف على شيء لابد من وقوعه. زي حكولنا مرة حكاية، كان شيخنا مرة حكالنا حكاية لطيفة، يقول لك واحدة كان في بلدهم طلع على السلم، طلع على السلم كده، كانوا زمان البيوت يطلعوا على السلم كده خشب عشان يطلعوا على السطوح يجيبوا حاجة، وهي طلع على السلم قال لها طلاق بالتلاتة، لا انت طالعة ولا نازلة، وهي واقفة على السلم. يعني مش معقول طبعا هتقعد حياتها على السلم، يعني لو طلعت طلقت ثلاثا ولو نزلت طلقت ثلاثا، وهو عنده خمس عيال البيت هيتخرب. فقاموا راحوا ايه، فضلت هي واقفة، وايه قالوا نادوا الشيخ بتاع ايه مأذون البلد في قرية من قرى مصر، فنادوا مأذون البلد، دخل عليها لها واقفة على السلم، فقام ايه الشيخ عارف الحكم ده، قال لها ايه، كان في ايدها رغيف كانت بتجيبه من فوق بتخبز، قالت له خالعني في هذا الرغيف، فقالت له، قال لها كده لقنها، فقام قالت كده، قام قال له قول قبلت كويس، فقال خلاص قبلت، قال لها انزلي خلاص، وبعدين قعد معاهم عقد عليهم عقد جديد وتنوا مروح وحللهم الاشكال. فايه فيبقى ده مخلص، يبقى الخلع ده مخلص من سفه الرجاله، وفي بعض الرجال عندها سفاهة، خد بالك. ما هو اصل ايه، لو كانت هتعمل كده مش هتبقى المحلل اصلا من حرام، وممكن بعدين يتجوزها ما يرضاش يطلقها تاني وتبقى بانت منه، وهو عايز يربي العيال وهو قالها بحال سفاهة منه. فيعني الرجالة برضو عندهم بعض السفاهات كده، خد بالك منهم ولا تكن منهم. وعلشان كده بيقول لك ايه الصورة الثانية، اللي امتى ما يبقاش الخلع مكروه، يعني صور. أول صورة إن هما يخاف ألا يقيم حدود الله، يعني فشلوا في العشرة بالمعروف، يبقى يتخلصوا من بعض إما بطلاق أو خلع. كويس؟ الصورة الثانية أن يحلف بالطلاق الثلاث على عدم فعل شيء لابد له من فعله، كدخول الدار مثلا، فيخالعها ليخلصه من الطلاق الثلاث، ثم يفعله فهو مخلص من الطلاق الثلاث في الحلف على النفي المطلق، كقوله عليه الطلاق الثلاث لا أفعل كذا، أو المقيد كقوله عليه الطلاق الثلاث لا أفعل كذا في هذا الشهر، أو الإثبات المطلق كقوله عليه الطلاق الثلاث لا أفعلن كذا، وأما الإثبات المقيد كقوله عليه الطلاق الثلاث لا أفعلن كذا في هذا الشهر. هنا بقى في خلاف في الصورة دي، يعني عندنا أربع صور، ثلاث صور يخلص، والصورة اللي هي إثبات مقيد هيبقى فيها بقى إيه تفصيل. إثبات مقيد يعني إيه؟ يعني عليه الطلاق لا يفعلن كذا في اليوم الفلاني، هذا اسمه إثبات مقيد. ففيه خلاف، والمعتمد أنه يخلص فيه أيضا، يعني زي بقية السور ده المعتمد، بشرط أن يخالع، شرط إيه؟ أن يخالع والباقي من الوقت زمن يسع فعل المحلوف عليه. يعني هو قال مثلا عليه الطلاق الثلاث ألا يأكل مثلا، عليه الطلاق الثلاث أن يفعل كذا، أي كذا بقى، إنه يعمل أي حاجة معينة في هذا الشهر، فما ينفعش يخالعها بعد انقضاء الشهر، لأن لو انقضى الشهر يبقى وقع المحلوف، لازم يبقى باقي من الشهر جزء يقوم يقدر ان هو يخرج من اليمين. فهمت ازاي؟ لازم يكون فاضل جزء بسيط زمن يسع ان هو يتخلص من هذا اليمين، والباقي من الوقت زمن يسع فعل المحلوف عليه، وإلا لم ينفعه قطعا. وقال بعضهم لا ينفعه إن فعله بعد التمكن من فعل المحلوف عليه، فإذا خالع بعد ذلك ومضى الوقت ولم يفعل المحلوف عليه تبين أنه وقع عليه الطلاق الثلاث ولم ينفعه الخلع، لأنه فوت البر، البر يعني باليمين، باختياره،
وعلى الأول فلا يقع عليه إلا طلقة الخلع، لأنه ينقص عدد الطلاق على الرابح. وهناك طريقة ضعيفة بأنه فسخ، فلا ينقص عدد الطلاق بشرط أن يكون بلفظ الخلع أو المفاداة. خد بالك، لو قال علي الطلاق وعمل كده، واخد بالك ازاي، فلا يقع إلا طلقة، الطلقة دي بس طلقة الخلع، وتحسب في المقيد، واخد بالك، على الرابح. وهناك طريقة ضعيفة بأنه فسخ فلا ينقص عدد الطلاق بشرط أن يكون بلفظ الخلع والمفاداة وألا يقصد به الطلاق. وفي على فكرة مدح الإمام الشافعي في الجديد، يقول لا هو طلاق ولا هو فسخ، ده هو حكم منفصل. خلع ده حاجة منفصلة كده، حكم منفصل، لا هو تسميه طلاق ولا تسميه فسخ، لا تسميه خلع كده. فبالتالي ملوش دخل بالإيه بعدد الطلقات خالص. فهمت؟ ده الرأي الجديد، لكن الكلام ده على القديم، كل التفاصيل اللي فاتت دي على المذهب القديم. وأركانه، أركان الخلع خمسة، ملتزم للعوض، يعني مين اللي هيدفع العوض؟ أدي ملتزم، قد تكون الزوجة، وقد يكون أبو الزوجة، وقد يكون أجنبي، يعني واحد بيصطاد في المياه العكرة مثلا، عايز يتجوز الزوجة دي، قال لها بقول لك إيه، ما تخليها على 10,000 جنيه وأنا هدفعهم لك، يبقى ده اسمه ملتزم العوض، أجنبي. فاهم؟ يبقى ملتزم العوض، مش شرط يبقى هي الزوجة، ممكن أي واحد تاني، قريب لها، أبيها، أخوها، أو أخيها يعني، أو أجنبي، جسمه ملتزم العوض، للعوض. وبضعة، بضع يعني إيه؟ يعني عقد يبيح الإيه؟ البضعة، يبيح الاستمتاع، علشان يبقى فيه مقابل، لأنها كان بالظبط كأنها إيه؟ بتبيع البضع ده، يعني بتتخلص من عقد ايه الشراء بتاع البضع. وعوض، عوض اللي هو المقابل ده قد ايه بقى وقيمته، ما يكونش مجهول بالشروط اللي احنا قايلين. وزوج، لازم يبقى في زوج، ولا هتخلع من مين؟ لازم يبقى في زوج. وصيغه، هتقول له ايه، باي لفظ، فاديني بكذا، خالعني بكذا، طلقني بكذا، فارقني بكذا، حل عني بكذا، غور عن وشي بكذا، ابريني بكذا، اي لفظ بقى. فهنشوف بقى في الفاظ صريحه والفاظ كنايه، هنلاقي ان الالفاظ بقى في الفاظ صريحه والفاظ كنايه، خدت بالك، دي اسمها الصيغه. وشرط في الملتزم، ولو اجنبيا قابلا كان او ملتمسا اطلاق تصرف مالي، لازم اللي هيلتمس العوض ده يبقى عنده حرية التصرف في المال، عشان يعرف، ما ينفعش بقى ملتزم العوض يبقى سفيه أو محجور عليه، فهمت؟ أو صغير أو مجنون أو بقى الحاجات اللي هي ما يعرفش يتصرف في المال. يبقى يشترط في ملتزم العوض ولو أجنبيا قابلا كان أو ملتمسا، قابلا يعني إيه؟ يعني هو قال لها خالعيني بكذا، فقالت له قابلت، هنا بقت قابل، قابلا، او ملتمسا، هي اللي قالت له خالعني بكذا، بتلتمس منه، فقال قابلت. فهمت؟ يبقى ملتمسا يعني ايه؟ يعني هو اللي بيطلب، هي اللي بتطلب، اسمها ملتمسه العوض الخلع، او قابل للخلع، يعني هو طلبها منها وهي قابلت، قابلا. فهمت بقى؟ ولو اجنبيا قابلا كان أو ملتمسا إطلاق تصرف مالي، فالقابل كأن قال الزوج لشخص خالعت زوجتي على 1,000 في ذمتك فقابل، والملتمس كأن قال الأجنبي ابتداء خالع زوجتك على 1,000 في ذمتي فيقول خالعتها على ذلك. وفي مفهوم هذا الشرط تفصيل، وهو أن اختلاع المريض مرض الموت صحيح. واحدة مريضة في مرض وفاتها، عارفين ان التصرفات المالية في مرض الوفاة في نوع من الحجر في حدود الثلث، تقدرش تصرف في كل مالك وانت في مرض الوفاة الا في حدود الثلث، في نوع من الحجر كده بسبب شو ايه
مرض الوفاة. ليه؟ مراعاة لحق الورثة. مثلا يجي في مرض الوفاة يضر الورثة فينفق كل مال، عشان مثلا في مرض وفاته ما جوزه أذروه مثلا فزعل، يقول والله كل مالي هخليه جمعية الرفق بالحيوان، لأن العيال اللي ربيتهم دول الحيوان أحسن منهم. زعل منهم، دخل عناية مركزة وقعد يوم واتنين ولا حد من ولاده جه سأل عليه. فزعل بقى. فيقوم يقدر يتصرف بقى في ماله وهو غضبان، فيضر بالورثة. يقوم الشرع يبيح له إنه يتصرف. طب افرض قال كده وخرج من كل ماله لجهة معينة في مرض الوفاة، ينفذه في حدود الثلث، والتلتين يبقى إرث. خدت بالك؟ فهنا برضو إيه؟ وهو أن اختلاع المريضة مرض الموت صحيح، ويحسب من الثلث ما زاد على مهر مثلها. هي خالعته وفي مرض وفاتها على مثلا إيه؟ 100,000 جنيه. هو وافق. كويس؟ نشوف بقى مهر مثلها كام؟ 40,000. طيب كويس. لكن هي خلعته على 100,000، يتبقى كام؟ 60,000. نشوف ال 60,000 دي تساوي تلت التركة ولا أقل من تلت التركة ولا أزيد؟ فلو كانت في حدود ثلث التركة ما زال عن مهر المثل، ننفذ المخالعة. فهمت بقى؟ يبقى اللي يزيد عن مهر الثلث نحسبه في حدود ثلث التركة. هي سايبة مليار، ايه يعني؟ ما السلام يعني. ما كان هياخد الربع. لو فضل زوجها كان هياخد ربع المليار. ده هو الخسران. فهمت بقى يا سيدي؟ أصلها كانت سيدة أعمال، حرامية كبيرة. فهمت؟ وتملي لا يخلو الناس اللي عندهم مليارات إلا إنه يكون برضو إيه؟ في الغالب العام إلا ما رحم ربي، يكون سلوكه المالي غير منضبط شرعا. فالمهم يعني، وهو أن اختلاع المريضة مرض الموت صحيح، ويحسب من الثلث ما زاد على مهر مثله، لأن التبرع إنما هو بالزائد، فقدر مهر المثل من رأس المال، والزائد محسوب من الثلث، لأن الوصية النبي قال الثلث والثلث كثير، يبقى أكتر حاجة في الوصية التلت، ما تزودش عن التلت. فإن لم يسعه الثلث فسخ المسمى ورجع لمهر المثل. طب افرض بقى إن الستين ألف جنيه دي أكتر من التلت، يتلغوا وياخد مهر المثل بس. واضح؟ نرجع لمهر المثل. واختلاع محجورة الفلس صحيح برضه. واحدة عليها حجر بفلس، مش حجر بسفة أو بجنون أو بصغر سن، لأن أسباب الحجر إيه؟ أنواع: صغر سن، سفة، جنون، فلس. أربع أنواع للحجر. فهمت؟ واختلاع محجورة الفلس صحيح بعوض في ذمتها. فإن اختلعت بعين من مالها فكالمغصوب، فيقع بائنا بمهر المثل. هي الوقت محجورة عليها بفلس، يعني ما تعرفش تتصرف في مالها، وهو قبل، ساعتها ياخد مهر المثل، لأنه بالظبط كأن مالها مغصوب متاخد منها عند المحكمة منعها من التصرف لصالح الديان، فبقى حكم حكم المغصوب، فكأنها غير قادرة على تسليمه. فهمت ازاي؟ فيبقى حكم حكم المغصوب، يقوم ساعتها يعمل ايه؟ ياخد مهر المثل ويطلع. فيقع بائنا بمهر المثل في ذمتها برضه، يفضل في ذمتها لما تخلص من فلسها وتسدد الديانة، أو يبقى هو من ضمن الديانة، يقف في الطابور يقبض حقه لما ياخدوا حقه. فهم؟ واختلاع محجورة السفة يقع ربعيا ويلغو ذكر المال. يبقى مجهورة الفلس، محجورة الفلس يقع خلع وياخد مهر المثل. طب محجورة السفة لا يقع خلعا لو قبل، ويبقى طلاق رجعي، ويبقى طلاق رجعي، يقع ربعيا ويلغو ذكر المال ولو بإذن وليه، حتى لو كان أذن وليه، لأنها ليست من أهل التزامه. سفاهة تمنعها من التزام
العوض، ما تعرفش تتصرف. وليس لوليها صرف مالها إلى مثل ذلك، وليس لوليها برضو التصرف في مالها لمثل ذلك، لأنه هو قد يضرها. ما لم، إمتى بقى يجوز؟ ما لم يخش على مالها من الزوج ولم يمكنه دفعه إلا به، وإلا فيجوز صرفه لذلك. في حالة واحدة، لو عارف إن الزوج ده راجل هيضرها في مالها، لو فضل زوجها وهي سفيها هياخد كل مالها، يتجوزهم وياخد فلوسهم. كان زمان يقول لك في الايه، في المسرحيه كده، ده بيتجوزهم وياخد فلوسهم. في رجاله كده تدور على الستات الاغنياء، تكون ارمله مطلقه وغنيه، يتجوزها ويفلسها، وبعدين يطلقها ويدور على واحده ثانيه غنيه يتجوزها وياخد فلوسها ويضحك عليهم. مشهوره بين بعض الرجال اللي هم التيوس، واخد بالك؟ فاذا كان وليها عارف ان الراجل ده هيضحك عليها وياخد مالها، يبقى الاحسن يقبل خلعها ويديله جزء من مالها بدل ما ياخده كله، واخد بالك؟ لان من طبعه كده. فهمت؟ دي الصوره بس اللي يجوز في الحاله دي المحجوره بالسفة ان وليها يقبل خلعها، واضح؟ انما غير كده ما ينفعش. واختلاع الأمة ولو مكاتبة بإذن سيدها صحيح، كل دي سوا. واختلاع الأمة، أمة يعني رقيق، سيدها أذن لها أن تتزوج فتزوجت، فأرادت أن تخلع نفسها من هذا الزوج اللي طلع مقلب، واخد بالك؟ فتروح لسيدها الأول تستأذنه، لأن سيدها اللي هيلتزم العوض، هي مالها ذمة مالية، واضح؟ فتروح تاخد رأي سيدها، فإن أذن لها صح خلعها، واضح؟ لأنه هو اللي هيلتزم العوض. واختلاع الأمة ولو مكاتبة، مكاتبة يعني تشتري نفسها بأقساط من سيدها، اسمها مكاتبة، بإذن سيدها صحيح، وساعتها يبقى بمهر المثل إن أطلق الإذن. يعني لو سيدها قال لها أنا موافق خلعيه وما قالهاش على كام، يبقى بمهر المثل، واضح؟ ويتعلق المال ده بإيه؟ بكسبها ومال تجارتها. افرض هي ليها مكسب بتشتغل وبتعفي فيه المال ده لسيدها، ساعتها لما يقبل سيدها يبقى إيه المال اللي تدفعه؟ تدفعه من كسبها، واضح؟ أو من مال تجارتها. فإن قدر لها دينا أو عين، عين عينا واختلعت بذلك فظهر أنه صحيح به، وإن خالفت شيئا من ذلك. يعني افرض أن قال لها أنا موافق بس تسددي لي ديني على فلان، الزوج قال لها أنا موافق أخالعك على أن تسددي ديني على فلان، واخد بالك؟ أدي هنا خلع على دينه. أو قال لها أنا موافق على أن تتركي لي هذه الشقة على عين شيء متعين، يعني فهمت؟ فإن قدر لها دينا أو عين أو عين عينا واختلعت بذلك فظاهر أنه صحيح به، وإن خالفت شيئا من ذلك بأن زادت على مهر المثل في الأولى، ده في إيه؟ في كسبها، أو على الدين أو على العين تعلق الزائد بذمتها، وإن اختلعت بغير إذن سيدها. طب اختلعت بغير إذن سيدها هنا تعمل إيه؟ بعين من ماله أو غيره بانت بمهر المثل في ذمتها مش في ذمة سيدها، لأنه ما خدش إذنه. كالخلع بالمغصوب أو بدين بانت به في ذمتها، وكل ما يتعلق بذمتها لا تطالب به إلا بعد العتق. أما نقول في ذمتها يعني ما ياخدش منها إلا لما تعتق، لأن طول ما هي رقيق لا ذمة لها منفصلة، واضح؟ واليسار إلا بعد العتق واليسار. وشرط في البضع ملك الزوج له، فيصح الخلع في الرجعية لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام لا في بائن. يعني ينفع يطلعها الطلقة الأولى وهي في عدتها يخلع، لأن ما زال له سلطان عليها، له أن يراجع، واضح؟ لكن ما ينفعش يخلعها وهي في عدة الطلقة الثالثة، لأنه ملوش خلاص سلطان على البضع،
فهمت؟ ادي معنى كلام الشيخ. وشرط في العوض، العوض اللي هيدفع بقى ليه شروط، مش اي عوض ينفع. كونه مقصودا معلوما راجعا لجهة الزوج مقدورا على تسلمه كما يعلم من كلام المصنف. يبقى لازم يبقى مقصود ومعلوم وراجع لجهة الزوج ومقدور على تسلمه كما يعلم من كلام المصنف والشارع. وقد أشار إلى بعض محترزاته بقوله فخرج الخلع على دم. احنا عندنا الدم ما يباعش ولا يمتلك، يعني أنا بذبح عجل مثلا أروح مجمع الدم بتاعه أحطه في قربة، ممكن يستفيدوا بيه الناس اللي هم مثلا بيعملوا أسمدة عضوية، يستفيدوا بيه ما يجراش حاجة، لكن ما ينفعش اسم أبيعه. اسمه إيه؟ رفع اختصاص، مش بيع، اسمه رفع اختصاص. فهمتني إزاي؟ فما ينفعش العوض على ما لا يصح بيعه. فهمت؟ فخرج الخلع على دم ونحوه، أي كالحشرات. الحشرات دي لا قيمة لها. يقول لها قبلت أن أخالعك على 10 سحالي أو 20 ضفدعة. ينفعش الكلام ده، ما ينفعش، مع أنه أصله بيشتغل في قسم الحشرات في كلية الدار في كلية العلوم، ويمكن الحاجات دي هتفيده في الأبحاث، بس الشرع لا يعتد بها حتى ولو كانت لها فائدة عنده. يشوف قد إيه الشرع ما يقولوش، يقول لا ما ينفعش برضه، ما ينفعش. يقول لك بس دي ليها قيمة عندي، أنا عايزها، أنا بعمل عليها تجارب، الدكتوراه بتاعتي على الضفادع، وهي أصلاً عايشة جنب بركة، هتجيب لي الضفادع دي، واخد بالك؟ نقول له لا برضه ما ينفعش على الضفادع، فهمت؟ كالحشرات فلا يصح الخلع، بل يقع الطلاق في الحالة دي. إيه لو وافق على الحشرات؟ يقع طلاق رجعي، فهمت؟ بل يقع الطلاق رجعياً ولا مال ولا مال. لأنه طلق غير طامع في شيء، لأن الحشرات دي كأنها لا شيء، لكون العوض فاسدا غير مقصود. فإن كان فاسدا مقصودا، افرض بقى فاسد ومقصود زي خمرة وخنزير، أو الخمر والخنزير ده مال عند أهل الكتاب وليس مال عند المسلمين كده برضو، فيبقى ده فاسد ولكنه ايه مقصود. كخمر وميتة في الحالة دي يعمل ايه؟ يقع بائنا، يعني يصح الخلع. طالما مقصود فاسد يصح الخلع، ونديله مهر المثل، ما نديلوش بقى الخنزير ولا نديله الخمر. واضح؟ يقع بائنا يعني يصح الايه الخلع ويأخذ مهر المثل. وبقوله فإن كان على عوض مجهول، كأن خلع على ثوب غير معين بانت بمهر المثل، وخرج بقولنا راجعا لجهة الزوج ما لو علق تلقاها على براءتها مما لها على أجنبي، فإذا أبرأته براءة صحيحة وقع الطلاق رجعيا. هنا مش هيجي لجهة الزوج، ده بيطلقها على براءة ذمتها هي من دين الواحد تاني. طب هو ما دخلوش حاجة، يبقى هنا مش راجع لجهة الزوج، ده راجع لجهة الزوج، يبقى يقع رجعيا. يبقى هنا الطلاق ده يقع رجعيا ولا يقع بائنا. ما لو علق تلقى على براءتها مما لها على أجنبي، فإذا أبرأته براءة صحيحة وقع الطلاق رجعيا. وجهة الزوج شاملة له ولسيده إن كان رقيقا، كاملة للزوج إن كان حرا أو لسيده إن كان رقيقا. ولو مع غيرهما، كما لو قال إن أبرأتني وزيدا مما لك علينا فأنت طالق، فأبرأتهما براءة صحيحة وقع الطلاق بائنا في مقابلة البراءة نظرا لجهة الزوج، ولا يضر ضم الأجنبي معه. يعني افرض هي كانت مسلفة الزوج 20,000 جنيه ومسلفة زيد صاحب الزوج 20,000 زيد، فما قال لها ايه؟ أخالعك على أن تبرئيني من دينك في ذمتي أنا وزيد.
فوافقت وقع بائنا. فهمت بقى؟ ولا يضر ضم أجنبي معه مراعاة لجهة الزوج لأنه هو داخل فيها. لكن ما ينفعش يقول لها خالعيني على دينك مثلا لزيد وعمر وهو ملوش فيه، ما فيش مش من الجهة، يبقى هنا يقع الطلاق ربيعيا ولا مال له. فهمت بقى المسألة؟ كما لو قال إن أبرأتني وزيدا مما لك علينا فأنت طالق فأبرأتهما براءة صحيحة وقع الطلاق بائنا في مقابلة البراءة نظرا لجهة الزوج. ولا يضر ضم الأجنبي معه لأنه، خد بالك القاعدة دي بقى، هذه قواعد ممكن تطلعها من حشية البيجوري، تعمل بحث كده تمسك حشية البيجوري تقراها من أولها لآخرة وتطلع القواعد الفقهية التي تضمنها في أثناء حاشيته دي من ضمنها. لأنه إذا اجتمع مقتض وغير مقتض غلب المقتضي، أدي قاعدة دي تحبها بين قوسين كده وتكتبها قاعدة، كل ما تقابلنا حاجة زي دي تروح حاططها بين قوسين وتكتب لها مش قاعدة، تيجي في الآخر تألف في الكتاب تطلع لك قد 20 قاعدة من قواعد الفقه من داخل حشية الإمام البيجوري، تبقى بحث حلو دي للناس الفاضية يعني للعلم المتفرغة للعلم. لأنه أدي قاعدة هي تحطها بين قوسين وتكتب قاعدة فقهية، إذا اجتمع مقتض وغير مقتض غلب المقتضي. هنا اجتمع مقتض وغير مقتض، اجتمع الزوج والأجنبي، مش كده برضه في المسألة، في مسألة الدين في الخلع، فغلب المقتضي اللي هو الزوج لأنه فوق فيها. ولا يجب عليه مهر المثل حينئذ خلافا لما جرى عليه المحشي تبعا للقليوبي لئلا يتضاعف الغرم عليها، ودخل في قولنا راجعا لجهة الزوج. خد بالك ان المحشي اللي هو البرماوي تبعا للقليوبي قال لا ده في الحالة دي طالما دخل اجنبي هيعمل لي اشكال، فيبقى في الحالة دي يجب في حقها مهر المثل ويبرأ ذمته، يبقى كده ضاعف على المرأة، كأنه برأها من الدين فكأنها دفعت له الدين وفي نفس الوقت هتدفع له فوقيه كمان مهر المثل، فيبقى كده غرمها اكتر. عشان كده قال ايه؟ لئلا يتضاعف الغرم عليها، ودخل في قولنا راجعا لجهة الزوج ما لو خالعها على ما ثبت لها عليه من قصاص وغيره. اما في القصاص فتبين فتدين به، واما في غيره كحد القذف والتعزير فتبين بمهر المثل. ما ثبت لها عليه من قصاص وغيره، يعني هو ضربها، ضرب مراته كسر لها ضلع، راح للقاضي عملت قضية، القاضي قال القرش المقدر تدفع لها مقابل كسر هذا الضلع مثلا 30,000 جنيه. فهمت؟ فقام قال لها ايه؟ خالعيني مقابل هذا المبلغ، بدل ما ادفعه لك طب ما تخلعيني وتفرقيني، يبقى خلعها على قصاص. فهمت؟ اداها بالبوكس كسر لها سنه. فهمت ازاي؟ رفعت عليه قضيه، السنه بكام؟ بخمس جمال. الجمل ب20,000، السنه ب100,000. فالقاضي حكم عليه ب100,000 يدفع لها السنه اللي كسرها، قطع لها صباعه عشان كانت بتعمل له السلطة الطريقة مش عاجبة، فراح واخد سكينة السلطة وقطعها مثلا، اتخانق معاه الصباع بإيه؟ بعشر جمال. صباع الواحد بعشر جمال، والإبهام قد الخنصر قد البنصر، الصباع بخمس جمال، بعشر جمال مالناش دعوة. فهمت ازاي؟ يبقى خمس صوابع بخمسين جمل، تبقى نصف دية، اليد نصف دية، فقطع لها صباع. قام القاضي حكم ان هو عليه يدفع لها ما قيمته 10 جمال، يعني كام؟ 200,000 جنيه. فقام قال لها ايه؟ بقول لك ايه؟ خالعيني بهذا المبلغ وطلقك ونخلص، ادام انت مش عارفه تعيشي معاه ولا مش عارفين معاه، بدل ما غرمان المبلغ ده اعتبري ان انا اديتهولك وخدته منك مقابل ان انا ايه؟ خالعتك.
فهمت بقى؟ على قصاص، ادي معنى القصاص. ما ثبت لها عليه من قصاص وغيره، اما في القصاص فتبين به، يعني يقع الخلع. خد العربية بتاعتها عمل بيها حادثة، العربية بعد الحادثة هتتكلف 80,000 جنيه تصليح، دمرها. فقام ايه؟ رفعت عليه قضية. فقام القاضي قال تصلح لها العربية. كل ده ايه؟ قرش مقدر مقابل اعتداء عليها. فقام قال لا، بقول لك ايه، ما تطلقي، ما انا اطلقك يا بنتي مقابل السيارة دي كأنها ملكي، ونخلص. تبينوا به، لو قابلت تبينوا به، وتبقى سيارة مبروكة لأنها تخلصت منه. إن كان يعني هو يعني إيه تعبها يعني. وأما في غير حد، في غيره كحد القذف والتعزير فتبينوا بمهر المثل. حد القذف ده هيتجلد 80 جلد، فهمت إزاي؟ فيعني هيجي لها، ده مش مقصود، هيدفع لها ايه ده؟ دفع لها 80 جلده؟ هي الجلده بتقف عليه بفلوس؟ فاهم؟ فقال لك خلاص تبين به لكن بمهر المثل. واخد بالك؟ فتبينوا بمهر المثل. وشرط في الزوج كونه ممن يصح طلاق. لازم بقى الزوج اللي يقبل الخلع ده لازم يبقى زوج ماله هدومه، يصح طلاقه، مش مجنون. فهمت ازاي؟ ولا صغير في السن. لازم ما يبقى صح طلاق ممن يصح، فيصح كل عبد وسفيه، لان السفيه يصح طلاق والعبد يصح طلاق، ولو بلا اذن سيده ووليه، ويدفع المال لمالك امرهما من السيد والولي او لهما باذنهما ليبرأ الدافع منه، ويدفع المال لمالك أمرهما من السيد، ويدفع المال، ويدفع خليها كده أحسن، ويدفع المال لمالك أمرهما من السيد والولي. يعني عبد قابل على الخلع على مبلغ من زوجته، فالزوجة قابلت تدفع المبلغ ده لمين؟ ما تدوش للعبد، تدي للسيد، فهمت؟ لأنه ملوش ذمة. أو السفيه خالع على مبلغ وقبلت صحة، ولكن تدفع المال لولي السفيه مش للسفيه. واضح؟ ادي معنى الكلام. تبرأ منه فيرجع الولي او لهما باذنهما ليبرأ الدافع منه. فان دفعته، افرض هي غلطت ودفعته للسفيه بغير اذن الولي، فان كان دينا لم تبرأ منه فيرجع الولي عليها به. افرض كان بينها وبينه دين، فهمت ازاي؟ ما تبرأش به وهي على السفيه بما قبضه منها. فإن تلف في يده، في يد السفيه، فلا شيء لها عليه لأنها هي المقصرة بالدفع له، ولا تطالبه به بعد رشده. وإن كان عينا أخذها الولي منه، فإن تلفت في يده، يعني في يد السفيه، قبل أخذها وكان الولي عالما، ففي الضمان عليه وجهان، الراجح منهما الضمان، أو جاهلا فلا ضمان عليه إلا على الولي. يعني فاهم؟ عليه هنا الضمير يعود على مين؟ على الولي. ركز معايا ما تسرحش. ويرجع، لأن في ضمائر كتيرة بتجي لك قدامك، فلازم تعيد الضمير على إيه؟ على صاحبي، علشان ما تتلخبطش يعني. ويرجع عليها بمهر المثل، والدفع للعبد كالدفع للسفيه، إلا أنها ترجع عليه بما تلف في يده بعد عتقه ويساره. طب افرض دفعته للعبد بغير إذن سيده، يبقى عليها تدفعه تاني لسيده، تدفعه تاني. طب واللي دفعته للعبد ترجع عليه به لما يعتق، فهمت؟ تطالبه به بعد كده لما يعتق، ويبقى ليه ذمة، فهمت؟ أو يساره، بعد عتقه ويساره. والفرق بينهما أن الحجر على العبد لحق سيده، فينبغي ألا ضمان ما دام حقه باقيا، فإذا زال ضمن، والحجر على السفيه لاحق نفسه بسبب نقصان، فينبغي عدم الضمان حالا ومآلا.
وخرج بما ذكر. إنما لما بتدي الاستفيه بغير إذن وليه ما تاخدش منه مقابل حتى بعد انتهاء سفاهته، واضح؟ خد بالك من الحته دي، بخلاف العبد. الحجر على السفيه لحق نفسه، انما الحجر على العبد لحق سيده. فينبغي عدم الضمان حالا ومآلا. وخرج بما ذكر الصبي والمجنون والمكره، فلا يصح خلعهم لعدم صحه طلاقهم. ونقف على شرط الصيغه المره الجايه. شرط الصيغه بقى هنتكلم عليه المره القادمه ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يسر امورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك املنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اذا طلبت الزوجه الطلاق واراد الزوج الا يتسرع وقال لا طلقي نفسك متى شئتي وانا افوضك بذلك، وبعد ذلك بيومين وفي مشادة بينهما قالت الزوجة أنا أحل نفسي منك وأطلق نفسي، طبعا طلقت خلاص، بس تطلق مرة واحدة لأنه وداها العصمة. والسؤال: حيث قد وقعت هذه الطلقة وهي الأولى، فهل الطلاق بهذه الصورة يعطي للزوج الحق في ردها في خلال فترة؟ طبعا، لأنها تقع طلقة رجعية والزوج له أن يراجعها، بس اتحسبت من إيه؟ من عدد الطلقات. أما هي بائنة أم هي بائنة؟ لا مش بائنة طبعا، لأنها بلا عوض. طالما طلاق بلا عوض يبقى راجع، الطلاق بعوض هو ده اللي باه. وإذا لم يردها الزوج ما هي الحقوق المستحقة شرعا للزوجة علما بأنها ليست حاضنة؟ افرض طلقت نفسها، يبقى طلقة رجعية لو بانت منه ولم يردها بعد العدة في خلال عدتها، هتاخد باقي مهرها إن كان لها مؤخر صداق، وتاخد نفقة متعة وخلاص وتروح بيت ابيها. بيقدرها القاضي على حسب سعة الزوج وعلى حسب ايه يعني المستوى الاجتماعي للزوجة، فدي متروكة للقاضي. يعني مثلا نفقة سنة، يعني يشوف مثلا هي اللي زيدي في الشهر بتصرف كام، مستواها الاجتماعي يصرف كام. تصرف 2000 جنيه يبقى يديه 24000 جنيه نفقة متعة زائد مؤخر الصداقة إن لم يكن دفع كل الصداقة، واضح؟ بس وتروح بيتها لأنها ليست حاضنة. لو كانت عندها أولاد يبقى هتفضل قاعدة في بيت الزوجية لأنها حاضنة، واضح؟ سهلة. بس إحنا مش عايزين الحاجات دي تقع، يعني إحنا بنتكلم على الأحكام بس مش عايزين إيه السخافات دي تحصل في بيوت المسلمين. خلاص. ايه؟ لا لا طلقي نفسك متى شئتي. ده فتح حل. طبعا في اي وقت تختاره هي. واضح؟ قال لها كده، ما هي بتقول كده السؤال. قال لا طلقي نفسك متى شئتي. لو قال لا طلقي نفسك متى شئتي في هذا اليوم. خلاص انقضى اليوم ما طلقتش. خلاص. طلقي نفسك، لك الحق ان تطلقي نفسك، وساكت تبقى كانها ما تشئتي، وتبقى تقع طلقه واحده. لو قال لها طلقي نفسك كلما شئتي، هل ترد لها العصمه مره اخرى؟ خلاف بين الفقهاء، والرجح انه لا. واضح؟ والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان نستغفرك واتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.